قصة طريفة كتب التفسير الشيخان آيات مرك مريا وما تدري نفس نفقرا ميزه ماذا تكسب غدا بالروح شقيسان يا مالك الضمي من نبا وما تدري نفس نفنا مؤغو بأي أرض تموت لك يقول لما يؤغو إيمانا مقرانا يسق نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وما لما المهكا ميدا فردية مجلس كيسي ويناء الشام بارغا دحي شام كويا اللي جوغا أما يوم بمركا جوغا مركو بلقيسة أتغيب هذي دون هنو قوتي أيام الكمو صو سلامة وصو بوغي حلقة دي عشر كبس كفريستي سوى هول الله دري سوغا ينو سوى قبتو وحيرموكم الكمو تفردية وحو أركي نين حلقة دي عشر كده فردية والنبي سليمان دقيسان هايو عشر كي يمحاضر دي واندي فردية وساعدة كدب لأمري ملك الموت إنه نفط كقصو قادي هنديا انتو عشر كالسعودين ننكي وآذ وفيرنا إياه وعندها كم مذاهية حولي ننكا آني سو ننكي إلهي كويد ماها نفط كقصو قاد تولي هبلو هنديا كتال محا ننكا يمن فريسي آمنكا محا آمنكا لغاية شام يا فلسطين يا سوريا يا لبنان ننكي أدمال قيبا قالي وحوكشكي ننكي عندها كوكور هاي كم ذي آد وفيرمي مركي عشر كوم نبي الله سليمان دمي يحنا نبي سليمانو ننكا نن درين قبو إجاد بيفير وان كشكي يي هنا كف قادان رباي طبعا إيش هذه دتك قاعدة الديارة دي أمر هندي هلا قطو طبعا إيش والله أمر هندي ولا قطو راي بحكي ده بتجي دروا قد دتك لواحد دتك اللي ينجر كده بتجي ملك الموت بكذا بنت لباحي باقي نفتك قصوى قال مركي حديث باكم صحيحة مركي إلهي أجش هذا يدعان كذا أميل كحقورة إن نفتو أي كاغا بحلو دم بالغا قلن لي سن يروب اسكي بيتشوكتو يدول لدن تهاي إن بحدي ما أنت مقدشان قارة هيا سادة يربطك وقدكتو حبطك ويفتابك وقود عيس مهبلان قارها هي كنا عكوعنا كو دن أن ورجا كاسو جلين ماشى أيضا لقاق اللي ما يوجد مال نفطك عقب حيس مرة ذي سيدا تاي موت قفلون هذا بطاي نفط ضم مال يكب يحل يبحنا أذن كو الرقبين آدم وحوي الدنيا يسمى كدقين كديار قرب آخر أوصي قاضو إلهي كحشو طوبت كيل ما أنت هذا الوقت وأول يوم من رمضان بابكو إمامكو إنه قصوا هذا عشر كل يوم ما أنتوا إسلام ضاي مرك آدي آد هلا سؤال عليهم.